أهلا بكم مشاهدينا. استعرض رئيس الوزراء عبد الله حمدوك برامج وأولويات الحكومة المدنية الانتقالية، مبينا أن حكومته مهتدية بشعار الثورة العظيم حرية سلام وعدالة، والذي يمثل المرشد لبرنامج الفترة الانتقالية. وأوضح في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر نحو تنمية شاملة ومستدامة في السودان والذي تنظمه مجموعة أبحاث السودان، إن أولى أولويات برنامج الحكومة هو إيقاف الحرب اللعينة وبناء السلام المستدام، منوها إلى أن أول زيارة له عند تقلده لمنصبه كانت إلى جوبا، حيث جاءت الزيارة في إطار هذه الأولويات. وقال إن الظروف مواتية لتحقيق السلام بفضل الثورة، مبينا أن توفر الإرادة والعمل المشترك سيفضي في النهاية إلى تحقيق السلام.